بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحب فيكم في آخر محاضرة في هذا المساق بعنوان أدب العودة. أدب العودة طبعا هو جزء من أدب كبير يدعى أدب المقاومة، بيختص بالأمور أو بالقضايا الأدبية أو بالفنون الأدبية اللي بتناقش أو بتتعرض لأي شيء في عودة وفي لجوء وفي هذه الأمور اللي تكلمنا عنها في كل المحاضرات السابقة، لكن تكلمنا عنها ب قانونيا وسياسيا بهاي الأمور، لكن في هذه المرة راح نتكلم عن الأدب الذي تكلم أو الذي ناقش العودة. هل اقتصر إنتاج القضية الفلسطينية على الفلسطينيين؟ إنتاج أدب القضية الفلسطينية لم يقتصر على أهل فلسطين في مختلف مواقعهم، لكن شارك فيه أيضا الكثير من الأدباء في البلاد العربية والبلاد الإسلامية. تفاعل هؤلاء الأدباء جميعا مع هذه القضية لأنها مرتبطة بالأرض المقدسة وبالمسجد الأقصى، لأن القدس حالها مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة تستقطب مسلمين من مختلف البلاد نتيجة لكونها أحد تحتوي أو تحتضن أحد المساجد التي يشد إليها الرحال. لكن بشكل خاص الأدب العودة أو الأدب العودة أو أدب القضية الفلسطينية اللي بيكتبوا فيه الأدباء الفلسطينيين أو اللي بيكتبوا الأدباء الفلسطينيين غير الأدباء العيني، مش عندنا أدباء عرب وأدباء إسلاميين، الأدباء الفلسطينيين اللي هم أهل فلسطين سواء من داخل فلسطين أو من خارجها لهم نكتهم الخاصة المميزة لأنه فيها طعم معاناتهم. أدب العودة أو المصطلحات اللي تدل على الأدب المتعلق بالقضية الفلسطينية. أول شيء أدب العودة، هذا مصطلح من المستحب أنه نستعمله في الدراسات الأدبية ووسائل الإعلام في الدلالة على أدب القضية الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة اللي وصلت لها القضية الفلسطينية في هذه الحالة، حيث بتمر بمرحلة من مراحلها السيئة. فقد الكثير من القيادات الفلسطينية في ركب التسوية البوصلة الهادية والتبست عليهم الأمور وتخلوا عن المفهوم التاريخي لفلسطين والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، منها حق التحرير الكامل لفلسطين وحق العودة. وصارت بعض القيادات تجاه التسوية تحت شعارات مزيفة وأوهام غير قابلة للتحقيق، وإذا هذا الجيل عجز عن أنه يحقق التحرير فعليه أنه لا يتخلى عن الثوابت ويترك للأجيال القادمة المجال لتحقيق ما عجز عنه. أيضا هناك مصطلح آخر وهو مصطلح أدب النكبة، هذا المصطلح أخذ من الواقع اللي أعقب نكبة فلسطين عام 1948. صدرت دراسات كثيرة في الأدب والتاريخ تحمل هذا المصطلح، من أشهرها في التاريخ كتاب النكبة لعارف العارف، ومنها معنى النكبة لقسطنطين زريق، وكتاب بعد النكبة لقدري طوقان، وكتاب نكبة فلسطين لحسني جرار. في مجال الأدب أيضا صدرت دراسات كثيرة حملت مصطلحات النكبة، منها الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين لعبد الرحمن الكيالي، وفي شعر النكبة للدكتور صالح الأشتر. تردد مصطلح النكبة كثيرا في الشعر وفي فنون الأدب المختلفة وفي لغة الصحافة والحياة العامة، وبعد أن جاء مصطلح النكسة عام 67 لم يزيل مصطلح النكبة، بل أوجد مصطلح جديد ارتبط بالأدب الفلسطيني وهو أدب المقاومة. هذا المصطلح ارتبط عند ظهوره بالأدب اللي اكتشفه الناس لأدباء الأرض المحتلة عام 48، وكان اكتشافه بعد عام 67، واكتشف الناس يوم أن الفلسطينيين اللي صمدوا في وجه أرضهم اللي هم اللي بقوا في أراضي 48 ولم يغادروها ظلوا يتكلمون العربية ولم يتأسرلوا، أو بمعنى آخر يعني ما أخذوا اللغة العبرية هي لغتهم الأساسية، بل حافظوا على لغتهم العربية قدر المستطاع، وكانوا يحسوا بوجودهم المستقل على عن المحتل وبقاوم المحتل وما يستطيعون. وبرزت في ذلك الوقت أسماء محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وراشد حسين وغيرهم من الشعراء والأدباء، وكتبوا دراسات عن ذلك الأدب، وقدمت منه مختارات إلى القراء في البلاد العربية، منها ديوان الوطن المحتل ليوسف الخطيب صدر عام 68، وغستان كنفاني أدب المقاومة في فلسطين المحتلة، والأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال تحت الاحتلال من 48 ل 67. مصطلح المقاومة لم يكن يطلق بعد عام 67 على العمل الفدائي، وصار مصطلح أدب المقاومة شامل لكل ما ينتج من الأدب المرافق للثورة الفلسطينية، وشمل هذا المصطلح ما أنتج من الأدب اللي رافق الانتفاضات الفلسطينية في الضفة والقطاع. هل اقتصر التعبير عن القضية الفلسطينية على الفنون الأدبية؟ أكيد لا، المبدعين الفلسطينيين واللي اهتموا بالقضية الفلسطينية من أهل العربية والإسلام اشتغلوا في مراحل مختلفة
من قبل النكبة وحتى وفي مراحل القضية الفلسطينية حتى اليوم، من خلال عدد أو من خلال مجموعة من الفنون المتنوعة من رسم وكاريكاتير وشعر ورواية ومسرحية وفن شعبي وتشكيلي. من الفنون المعاصرة اللي إلها شهرة وإلها تأثير الرسم الكاريكاتيري، وهذا الرسم تغني فيه لوحة عن مقال وتخزن التعبير عن كثير من المعاني. بفرز في هذا المجال ناجي العلي اللي عبر عن القضية الفلسطينية ومآسيها في مراحل مختلفة من رسوم الكاريكاتير اللي ما فقدتها حتى مرور الزمن، اللي هي صورة حنظلة الشاب أو الولد اللي معطي وجهه للحياة، موجودة كثيرة في صور في رسمات ناجي العلي. وطبعا بعد مجموعة كبيرة من رسوماته اغتيل ناجي العلي حتى يكتم صوته إلى الأبد. أيضا أمية جحا من هي رسامة كاريكاتير بترسم كاريكاتيرات خاصة للقضية الفلسطينية. المخيم واللجوء وحق العودة في الرواية الفلسطينية. ما مدى تصوير الرواية لمعاناة الشعب الفلسطيني؟ هل الرواية تستطيع أنها تصور حال اللاجئين في المخيمات؟ وهل جسدت تمسك تمسك الفلسطينيين بحق العودة؟ هاي الأسئلة رح نجاوب عليها في هذا الكلام. القضية الفلسطينية بقيت أكبر من كل ما قدم لها على كل الأصعدة. وفي الجانب الأدبي أيضا ما زال الأدب المقدم للقضية الفلسطينية أقل من المستوى، وما بلغ المستوى اللي بتستحقه القضية الفلسطينية. وهذا الشيء موجود من أواسط الستينات، هذا الإحساس متجدد من أواسط الستينات وحقبة العقد الأول من القرن 21. في بداية في عام 64 كان في مجلة اسمها مجلة الآداب البيروتية، أصدرت هذه المجلة عدد خاص بأدب النكبة، كان محور سؤال وجه لعدد من الأدباء والنقاد، وهو السؤال: هل يستطيع الناقد الأدبي والمؤرخ الاجتماعي أن يلاحظ أن أثر النكبة الفلسطينية في الأدب العربي الحديث كان دون المستوى الذي تفرضه الأحداث الضخمة في تاريخ حضارات الأمم ولا سيما في الميدان الثقافي؟ فإلى ما تعزون هذه الظاهرة، وكيف تتصورون مستقبل أدب النكبة في نتاجنا الحديث؟ هذا السؤال طرح عن الأدب أو أدب النكبة في عام 64، يعني قبل النكسة. في السنة التالية في 65 صدرت مجلة الأفق الجديد، وأصدرت مرة ثانية عدد خاص بأدب النكبة. سألت سؤال وجهته للأدباء والنقاد شبيه من سؤال مجلة الآداب. كان السؤال: ليس فيما نشر حتى الآن من أدب النكبة ما يستحق أن يخلد باعتباره وثيقة وجدانية تؤرخها، بماذا تعللون هذه الظاهرة؟ هذان السؤالان طرحا في وقت مبكر، والنكبة كانت لسه حديثة والنكسة ما كانت إجت، لكن هذا الانطباع اتردد لدى أكثر من باحث في مؤتمر حديث العهد عقد دراسة الرواية الفلسطينية. وجد تقرير في مجلة فلسطين المسلمة عام 2010 حيث بيعترف فيه الكاتب يوسف جاد الحق من فلسطين أن الرواية الفلسطينية وحتى اليوم وبعد صدور 200 رواية في الموضوع الفلسطيني لم تعطي القضية الفلسطينية حقها، ليس تقصيرا من جانب الكتاب، وإنما لأن القضية كمأساة ومقاومة أكبر بكثير من الإمكانيات التي رأيناها حتى الآن في المشهد الروائي والأدبي. وأنتوا أكيد شفتوا هذا الموضوع معنا في المحاضرات السابقة، تكلمنا عن القضية الفلسطينية من أكثر من جانب، تكلمنا فقط عن موضوع اللاجئين، في أمور كثيرة ما تكلمنا فيها، وفي مساقات أخرى أو مواضيع أخرى تطرح بتكلم فيها ناس مختصين في آخر، لكن شوفوا قضية واحدة فقط اللي هي قضية اللاجئين قديش إلها كان تفرعات، فما بالكم في قضية فلسطين ككل. حتى ما نضيع في هاي التفاصيل ما يتعلق بالمخيم واللاجئين وصورته في الأدب وحلمه بالعودة، راح نستكشف هاي الصورة يعني أنا راح أطرح لكم رواية ونناقش في هذا الموضوع. تتجلى ملامح النكبة في الروايات التي حلت بالشعب الفلسطيني اللي هجر من دياره واضطر للانتقال إلى المنفى، وكذلك الحال حين الوقوف على تفاصيل نشوء المخيمات في بلاد الجوار العربي في الضفة والقطاع. هاي الكلام اللي بتكلم عنه الرواية. ما كانت صورة المخيم واللجوء إيجابية في كثير من تفاصيل الروايات، حيث بقى في الرواية على علاقة الفلسطيني اللاجئ بالفلسطيني المقيم والحال في دول الجوار العربي اللي لجأ إليها الفلسطيني، وبتتابع تفاصيل نشوء المخيم ومعاناة أهله وعلاقة الفلسطيني اللاجئ بالمقيم العربي. التفت بعض الدارسين لاستكشاف صورة المخيم في الرواية العربية، من أبرزها كان كتاب الدكتور بشار إبراهيم المخيم في الرواية الفلسطينية، ناقش فيه مجموعة من الروايات وتكلم عنها. من الدراسات المهمة أيضا اللي صورت هذا الموضوع دراسة جميل سلوم شقير اللي حملت عنوان المخيم أيضا في الرواية الفلسطينية، ورح نتكلم شوي أو رح ناخد نموذج من النماذج اللي ناقشها جميل شقير.
تحدثت هاي الدراسة عن عدد من الروايات اللي صورت المخيم في أكثر من بيئة عربية في الضفة الغربية وشرق الأردن وسوريا ولبنان، وبذلك سعت لتقديم صورة شبه متكاملة عن اللجوء الفلسطيني وصورة اللاجئ والمأوى الجديد له بعد الهجرة عن وطنه. ففي رواية اسمها تعالي نطير أوراق الخريف للروائي حسن حماد. هاي الرواية صدرت عام 2005، برى الباحث إنها وضعتنا أمام بانوراما بالألوان لميلاد المخيم الفلسطيني منذ الرحيل الأول ومحاولة اللجوء إلى الضواحي الجنوبية لمدينة دمشق منذ استقر باللاجئين المقام وبدأ بنصب الخيام. بتقول الرواية في صفحة 9، قامت خيام أهل الحولة فوق مزبلة مدينة دمشق، وفي صفحة 11 أخذ اسم مخيم جرمانة وبدأوا ببناء الخيام، تساعدوا في بنائها وشد حبالها ودق أوتادها وتسوية أرضها، واختار الجار جارة وتداخلت الحبال فيما بينها وتعانقت وتقابلت الأبواب وتلاقت. في صفحة 14 أيضا في الرواية، صارعوا الأمطار ومجاري الرياح وصبروا فترة الشتاء كلها، وقد مات بين أيديهم عدد كبير من الأطفال والشيوخ وأسسوا مقبرة المخيم بعد ما انقضت المدة اللي قضوها حرب الإنقاذ. في تكلمت مرة أخرى الرواية، فانزاحت الخيام ونهضت بدلا عنها بيوت الطين، ثم سعى اللاجئون في مناكبها النساء لجمع الخبازة واللوف والهندباء، وانتشر الرجال للعمل في المعامل المجاورة. ترصد هذه الرواية التحولات الاجتماعية اللي طرأت على اللاجئين لأجبرتهم على القيء أنهم يقوموا بأمور ما كانوا يقوموا فيها من قبل في بلادهم، والأنماط الجديدة من السلوك بدأت تبرز في المخيم بعد مرحلة الاستقرار. تتحدث الرواية عن العوز الذي أجبر بعض النسوة للعمل في بيوت الشوام ماسحات للأدراج ومنظفات للبيوت، وعودة بعض بنات المخيم من عملهن كخادمات في بيوت الشوام ناهدات الصدور معطوبات الأنوثة. ولأن الزمن بدأ يفعل فعله والإنسان مطبوع على التأقلم، فهي هاجر الشمال تعلم بنات المخيم كيف يلبسن ويتجملن وكيف يزلن شعر أجسادهن بالسكر وملح الليمون والشمال. وتشير الرواية هنا إلى أن الخراب بدأ ينخر في المخيم، وربما كان خنيفس الطلال الذي كان ينوس بين العقل والجنون أبعد نظرا من قول من غيره، فيقول في صفحة 29، خازوق وأكلناه، ومع كل ما حصل فقد كان التعلق بالوطن حاضرا وحلم العودة موجودا. في صفحة 31، السياسة لا تعيد البلاد، النار وحدها هي القادرة على ذلك. والذاكرة الجمعية لسكان المخيم كانت ملغمة باستحضار صور الوطن بشخوصها وحكاياتها ممزوجة بطعم الحسرة والمرارة والفقد واللوعة. بتقدم أيضا الرواية صورة زمنية طويلة الأمد بتمتد لظهور العمل الفدائي والآثار اللي كانت موجودة على حياة المخيم بمختلف الصور الإيجابية والسلبية. فكان في صفحة 65، وكان من الطبيعي أن ينجذب الفلسطيني في المخيم إلى العمل الفدائي، فيخلع معلما بالمدرسة المخيم ملابسه المدنية كي يرتدي بدلة البوتيك الخضراء، ويبدأ تواتر الشهداء على المخيم إلى آخر النص. بيّن أيضا الباحث أن الرواية تحدثت بصورة صريحة عن الجانب السلمي في المخيم، ثم تشير الرواية وبجرأة عالية إلى تفسخ الحياة في المخيم، وذلك عندما تتوجه معظم نسائه للعمل في قطاع الخدمات الصناعية والإنتاجية، فتخلع النسوة اللباس الفلسطيني التقليدي وتستبدلنه بلباس يعبر عن روح العصر، فتقصر التنورات وتنكشف الأعناق والأذرع والشعر. وقد أدى الاختلاط بسكان المدينة لافتقاد الشهوات وارتكاب المحررات، ثم دخلنا نمو ديموغرافي في المخيم، وذلك برحيل من وجدوا إلى الثراء سبيلا والتوجه للسكن في المدن المجاورة. ويغدو المخيم محشوا بالحزن والتنهدات والقصات. لكن الروائي في نهاية الرواية قال جملة جميلة اللي هي: إن أردت الندى حقا انتظر صباحا آخر حتى يبقى الأمل قليل سكان المخيم. المخيم واللاجئون وحق العودة في القصة القصيرة الفلسطينية. هل القصة القصيرة فعلا واكبت ما أصاب الشعب الفلسطيني من مآسي؟ وهل صورت حال المخيمات وتمسك الفلسطيني بحق العودة؟ نعم، مثلما واكبت رواية النكبة وسجلت ألام الفلسطينيين، أيضا القصة القصيرة فعلت ذلك. في دراسة طويلة للدكتور عادل الأصطب عنوان قراءات في القصة القصيرة الفلسطينية، هي مرجع للي بده يتبع هذا الفن، من خلال قراءات كان فيها مجموعة من قراءات نماذج من قصص قصيرة بدأت من مرحلة ما قبل النكبة عام 48 إلى ما بعد النكبة، وقفت على نماذج من المنفى، ووقفت على نماذج من الأرض المحتلة، وتابع على ما بعد حرب حزيران 67 في الأرض المحتلة لتستعاد لتشمل فلسطين كلها، من نماذج ونماذج من المنفى أيضا. أورد في هذا البحث أيضا نماذج من قصص الانتفاضة.
هذا الشمول المكاني والزماني من النماذج القصصية بجعل هاي الدراسة تميز وبجعلها مرجع مهم للاطلاع على القصة القصيرة الفلسطينية. طبعا هاي الدراسة انتهيت في عام 2007. قصة من القصة اللي بدنا يعني بدنا نناقش بعض ما ذكر فيها اللي هي قصة فلسطيني لسمير عزام. هاي من القصص المعبرة عن معاناة الشعب الفلسطيني في أرض الغربة، وتكلمت فيها عن اللبناني الفلسطيني عفوا في لبنان. الفلسطيني في القصة هو اللاجئ، وتحديد الزمان والمكان، الزمان هو ما بعد النكبة والمكان هو لبنان. وبهذا الشكل تكتب سمير عزام عن لاجئ فلسطين، عن لاجئين فلسطين في لبنان، ما كتبت في هاي القصة عن اللاجئين كلهم، يعني نوعا ما ما اختلف الوضع كثير من بين لبنان وبين باقي الأماكن اللجوء، إلا اختلاف طفيف. العنوان نكرة كان هو فلسطيني، بتتكرر اللفظة في القصة 5 مرات على النحو التالي: يطلب الفلسطيني صاحب الدكان من جاره اللبناني هويته ليقال إن هويته اللبنانية المزورة بها، فيسأله اللبناني وما تفعل بهويتي يا فلسطيني، فكان بناديه فلسطيني ولا يناديه باسمه. يدرك الثالث معنى وجود الفلسطيني بعيدا عن فلسطين، إنه غريب ومضطهد وغير معترف فيه. إذا كان هذا السبب إنه كان ينادي اللبناني، كان يرد على الفلسطيني بهاي الكلمة إنه بده يضطهده، إنه هو شخص غير معترف فيه. فهو في هذا الركن الذي تقوم فيه دكان لا تختلف في شيء عن أكثر الدكاكين، ليس أكثر من فلسطيني، بهذا ينادونه ويعرفونه ويشتمونه إذا ما اقتضى الأمر. بالسرد أيضا بستعيد في هذا النص اللي بدور في أعماق الفلسطيني اللي يريد إنه يحمل جنسية لبنانية حتى يكون له وجود في البلد أو يكون له حقوق. فبتذكر جده في الرامة، ولكنه يستأذن في أن يعدل من صدفة جغرافية تعفيه من كلمة فلسطيني تشده إلى قطيع أمحت فيه معالم الفردية يتلفظون بها مشفقين، حين يرفض أن يكون موضع شفقة. أو ومع أنه يحصل على الهوية اللبنانية مقابل مبلغ 2000 ليرة تعادل نصف محتويات دكانه، إلا أن المرأة اللبنانية تمتد صوتها الأرعن جسرا عبر الشارع، تبلغ به صبي الكراج المواجه وتقول له بلهجتها الممطوطة الخلية: وينك يا ولد؟ قل للفلسطيني أن يضع لي في السلة زجاجة كولا. قصة فلسطيني بتعبر عن معاناة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان من خلال تصوير حالته ومقارنتها بغيرها من الحالات الأرمني واللبناني. تشبه حالة الفلسطيني حالة الأرمن اللي تجردوا أيضا بسبب نكبتهم وملامحهم الفردية، وكانوا برضو ينادوا يا الأرمني حتى لو أقام الواحد منهم في منزله وبين جيرانه 50 سنة. الأرمني أرمني بغض النظر عن اسمه وملامحه الخاصة، والفلسطيني نفس الشيء. بختلف عن هذين ابن البلد، حتى لو تشابه معهم وحتى لو حصل هذا اللاجئ على الفلسطيني على هوية لبنانية، برغب إنه ورغب إنه يصبح شبه من اللبناني أو لبناني، يصبح ويبحث عن جذور له في قرية لبنانية، بظل فلسطيني وبما تعنيه الكلمة من اضطهاد واحتقار وشتيمة. لذلك لا يستطيع الفلسطيني أن يسافر أو أن يمارس المهن اللي بتمارسها اللبناني. هذا الكلام إحنا ناقشناه، بس هذا الكلام اللي بتبين الرواية أو بتناقش الرواية نفس الكلام أو نفس الظروف الموجودة في هاي الدولة. وهاي في هذا العرض في مجموعة من العبارات أو مجموعة من المقاطع الموجودة من أدب، من سواء من فن أدبي أو من قصيدة، يعني هاي من القصة القصيرة، مش مضطرين نقرأها كلها، لكنها جميلة جميلة إنكم تطلعوا عليها، وكلها رح تجدوها موجودة في العرض هذا. صورة الوطن والمنفى في القصة القصيرة الفلسطينية. لدى أدباء المنفى ومن أبرزهم سمير عزام وغسان كنفاني وعبد الكريم الكرمي، بيعتبروا الوطن جنة، فيما يبدو المنفى صعبا وقاسيا. الوطن بيعتبروا معادلة للحياة، والمنفى بيعتبروا قبر. بيوت اللاجئين في المنفى قبور، وشجرة الزيتون في الوطن، والحقل بعثان الحياة في الإنسان. بعطينا أيضا شواهد أخرى على التمسك الفلسطيني بوطنهم وحنينهم إليه درجة الموت شوقا. في إحدى القصص اللي هي قصة أمر الخيارين لنجوى قعوار فرح، لم يعمر أبو إبراهيم في المنفى طويلا، فقد استفق أهله في المخيم في أحد الأيام ووجدوه جثة هامدة. وعندما كانوا ذات يوم يجمعون أثاره من ثياب وأوراق، وجدوا رسالة في درج كتب عليها: إذا عدتم يوما فخذوا عظامي معكم إلى الوطن، فالوطن يعني الحياة والمنفى يعني الموت.
من القصص الدالة اللي بتعلق على بتعلق الفيلم بتدل على الفلسطيني بتدل على تعلق الفلسطيني بأرضه، قصة الكلب كلب سمور لتوفيق فياض اللي بتنتهي بالأسطر ما كان أبوك ما كاد أبو قسام يرى قاسم ما كاد أبو قاسم يرى قاسم يدخل الخيام منكسا رأسه حتى غرورقت عيناه بالدموع، فانضم إليهما جميع أهل البيت لا سيما الصغار، ثم ساد الخيمة صمت حزين، قطعه أبو قاسم صافقا كفا بكف، لا حول ولا قوة إلا بالله. رجع سمور على البلد يا قاسم، ورد قاسم بصوت كثير، على الأقل رجع يموت في الدار يابا، مش مثلنا نموت مهججين من الجوع والعطش، لا بيت ولا مأوى. بالنسبة للجوء أمل العودة في الشعر الفلسطيني، الشعر الفلسطيني من أكثر الفنون الأدبية مواكبة للنكبة وثمراتها من اللجوء والمخيمات والثورة والانتفاضة وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بل أيضا الشعر بيواكب القضية من بداياتها، وفي من الشعراء من بيمتلك الحدس والرؤية المستقبلية وحذر من هاي العواقب اللي تحققت. والآن رح نتيح بعض النماذج، رح نقرأ بعض النماذج، نطلع بعض النماذج من القصائد. طبعا في قصائد أخرى مش رح أذكرها في الشرح، لكن رح تكون موجودة معكم بالملف. إبراهيم طقان كان عنده مخاوف من المستقبل حين قرأ الواقع الفلسطيني، فقال: أمامك أيها العربي يوما تشيب لهوله سود النواصي، وأنت كما عهدتك لا تبالي بغير مظاهر العبث الرخاص، مصيرك بات يلمسه الأداني وسار حديثه بين الأقاصي، فلا رحب القصور غدا بباقي لساكنها ولا ضيق الخصاص، لنا خصمان ذو حول وطولا وآخر ذو احتيال واقتناص، تواصوا بينهم فأتى وبالا وإذلالا لنا هذا التواصي، مناهج للإبادة واضحات وبالحسنى تنفذ والرصاص. مثل هاي النبوءة العامة بالمستقبل الفلسطيني، أيضا في نبوءة خاصة بالمسجد الأقصى من الشاعر عبد الرحيم محمود في وقت مبكر في عام 1935 حين زار الأمير سعود بن عبد العزيز فلسطين وتجول فيها، فألقى حينما مر من قرية عنبتة ألقى الشاعر عبد الرحيم محمود القصيدة مما جاء فيها: يا ذا الأمير أمام عينك شاعر ضمت على الشكوى المريرة أضلعه، شكوى وتحلو للمضيم شكاته عند الأمير وإن ترقرق أدمعه، المسجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع تودعه. واكب الشعر أحداث القضية الفلسطينية والمعارك والثورات ومجد الشعراء الأبطال وسجلوا خيانات الخائنين أيضا، ما يذكرنا بالمقولة القديمة الشعر ديوان العرب. ومما كان له صدى واضح في الشعر النكبة وما نتج عنها من رحيل عن الوطن ونشوء ظاهرة جديدة هي اللجوء وحياة المخيمات اللي رحلوا اللاجئين الفلسطينيين اللي رحلوا عن أوطانهم. ربما كان الإحساس عند الشاعر الباحث أحمد دحبور لأنه لا مثيل في الأرض لقضية فلسطين، فأين الشعب اللي اقتلع من دياره وتجاهل حقوقه حتى اليوم غير الفلسطينيين؟ قدم الشعر العربي صورة واضحة للمخيم واللجوء، فوصف المخيم وصف حسي ووصف عذابات اللاجئ الحسية والمعنوية وتعدد الزوايا اللي نظر منها كل شاعر في هذا المجال. تحدث الصفدي عن صفد مدينته وما حل فيها من قصف وتدمير أدى إلى تشريد أهلها ووصف خروجهم منها: هذا هو الوادي وتلك صخوره، برزت وذاك طريقه المنشود، كيف المسير وكل شبر مزلق منه وكل حفيرة أخدود، ساروا وهم يتلمسون رسومه يتعثرون ورشدهم مفقود، يتلفتون مودعين فثاكل تبكي وشيخ ذاهل ووليد أو مرضع ناءت بحمل رضيعها تسعى لتنجو والنجاء بعيد، وأشاوس صمدوا لكرات العدا كم خر منهم أروع صنديدي، جثمانه للطير أصبح مطعما أو للسياباع ولا يعاب شهيدي. صور الشعراء اللجوء بكل مراحله بدءا من القرية أو المدينة وانتهاء بالمخيم اللي جسدت فيه المأساة في أجل صورها، حيث لم يكن مهيئ للعيش الأدبي كما وصفت بعض الروايات من الشعراء اللي وصف رحلة اللجوء بتفصيل الشاعر محمد حسون في قصيدة قصة الأمس. ولو تتبعنا القصائد اللي وردت في ديوان العودة لوجدنا أنه أثر اللجوء والمخيم والخيام بارز فيها، منها العناوين الموجودة أمامكم: معلمة لاجئ ولاجئ وأختاه، الشريد، اللاجئ، أخي اللاجئ، ثورة لاجئ وغيرها. لم يخل ديوان شاعر عربي في أواخر الأربعينات والخمسينات والستينات من الحديث عن قضية فلسطين ونكبتها والخيام، حيث كان عدد من هاجر من فلسطين عام 1948 قريب على 1,000,000 نسمة،
وأصبح هؤلاء اللاجئين دفعة واحدة بلا مأوى ولا عمل ولا مورد رزق. فكانوا هم بيعانوا من هاي من مشكلتهم، وشعرائهم اللي أذهلتهم الكارثة وتفجعوا ناحوا على أهلهم وأنفسهم. من الشعراء اللي تحدث عن خيام الشاعر رجا سمرين قال: وصمة أنت في جبين الدهور، يا خياما في القفر مثل القبور، أنت مأوى للبؤس شيدك البغي بأيد مخضوبة بالشرور، أنت سفر الآلام سطرك الظلم على رسم حقنا المهدور، كم حوى رسمك الأرث عزيزا يفسح الدم في فم الديجور. أيضا أحس الفلسطيني عند هجرته بشيء من الذل وسوء المعاملة، واللي تكلم عن هذا منهم هارون هاشم رشيد في قوله معاتبا أو مؤنبا: أرضكم مرتع لكل غريب أجنبي يحل فيها سنينا، ونلاقي في وجهنا كل سد إن أردنا اختراقه أن يلينا، فالتباكي على فلسطين زور قد شبعنا من مضغه وبلينا وبلينا. عفوا، تعلق بالوطن وأدب العودة. مع كل الأسى اللي أصاب أهل فلسطين واللي جعلهم متمسكين أكثر بحقهم في العودة ورفضهم التعويطين أو التعويض، كان الأمل عندهم ألا يطول زمان الاغتراب وأنها ما تتحول مخيمات لوطن جديد لهم. صور الشعراء هذا الإصرار على العودة وجسد الحنين للديار في حديث عام عن فلسطين كلها أو الحديث عن بلدة معينة، وهذا الشيء بنسميه أدب العودة، أو هاي الظاهرة سميت أدب العودة في الأدب الفلسطيني، بل في الأدب العربي شارك فيها الأدباء بعض الأدباء الكثير من الأدباء العربيين العرب أهل فلسطين بذلك الحلم أو الحق. من النماذج المعبرة عن التعلق بفلسطين والحنين إليها محي الدين الحاج عيسى اللي غنى لصفد، وحسن البحيري الذي غنى لحيفة، وأحمد عقلان اللي تغنى بالفالوجة. لكن الشعراء الفلسطينيين بصورة عامة حنوا لفلسطين بشكل عام وغنوا لها وتمسكوا بحق العودة إليها. يوسف الخطيب يقول: سأعود في الصبح الندي لموطني، وغدا يلف على جبين الغار، واللاجئون هناك من آفاقهم يوم الندى يتدفق التيار، لما لا تعود وفي شعاب قلوبنا في كل قلب خافق تذكار. مثل هذا الأسرار أيضا محمود الحوت بيقول، بيستدل على حتمية العودة بفتح مكة اللي غادرها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد إليها فاتحا: لكن سنرجع شاء أم أبو ولنا، بفتح مكة درس كله عبر، ونسترد الروابي وهي صابرة على الفراق بقلب كاد ينفطر، سنستعيد رحاب الدور عانية والشوق مؤتلق فيها ومزدهر، ونسترد فراديسا معلقة ما خالط الروح إلا ريحها العطر، من بعد عشر طوتها وهي جامدة والآن كاد يجف الصخر والحجر. بعض الشعراء اللي يتكلم قدموا صورة سلبية عن نفسية اللاجئين في أول النكبة، لكن بعض استرد بعد ذلك الشعراء الصورة الإيجابية اللي بتمثل اعتزاز الفلسطيني بكونه فلسطينيا وعززوا فيه التمسك بحق العودة. فقال محمود الأفغاني: أنا من أنا في العالمين، أنا من ربا البلد الأميني، أنا من فلسطين الطعيني، أنا من فلول اللاجئين، لكنني رغم السنين أنا ما وهنت ولن ألينا، سأظل مرفوع الجبين وسأستردك يا عرين. من الشعراء أيضا من يحرض اللاجئين على العودة بالقوة، وهذا الشيء بيقوله برهان العبوشي: أيها النازحون عودوا رجوما للشياطين، فالبلاد تنادي، فادخلوها مدججين ودكوا كل شبر من قلعة الأوادي، إلى آخر القصيدة. أيضا حلم العودة موجودة في الشعر: بلادي بنوك على عهدهم وفاء بحبك يا غالية، قلوب تذوب حنينا إليك فما قط سال ولا سالية، سنرسلها مثل قصف الوعود غدا صيحة صيحة عالية. أيضا أبو سلمى يصور الإصرار على العودة ويقوم بجولة في مدن فلسطين بيأكد على التمسك فيها ولو طال الزمن. أختاه: لا تبكي على ديارنا، في التربة السمراء في انتظارنا، سيري إلى عكا نزر شاطئها فإنها تصبو إلى جوارنا، حيفا مع الكرم ليهتفان كي نأوي مع الليل إلى أوكارنا، من قمة الجرمق أو من صفد هذه الدنا على مدى أبصارنا، إلى نهاية القصيدة. أيضا من أهل فلسطين من تخلى عن فلسطين التاريخية واعترف للمغتصب المغتصب من خلال حل الدولتين بعد المفاوضات والتسوية وهاي الأمور كلها. لكن الشعراء برضو تكلموا وحاربوا هذا السلام الزائف. هارون رشيد بيحاور من يدعون إلى السلام فبيقول: قولوا لهم أين السلام الحق وأشياع السلام، من أين يبلغنا السلام وفي فلسطين اللئام.
يتمتعون بليلها ونموت في ليل الخيام. الجولة الكبرى غدا لا بد منها للكفاح، سنشيد أعمدة العدالة والحضارة والصلاح، ونكون نحن بناؤها العالي غدا، فما الفجر لاح. في عندنا كتاب اللي هو ديوان العودة يا الأستاذ سمير عطية، يجب أن نقف عنه لأكثر من سبب. أول شيء عنوانه مصطلح أدب العودة، وهذا الشيء مصطلح يجب أنه يتم الترويج له في هذا الزمن، ويجب تعزيزه بالنصوص من مختلف الفنون الأدبية ومن مختلف الفنون بشكل عام ليس فقط الأدبية. لم يقتصر في هذا الكتاب أو ديوان أدب العودة، ما اقتصر على اختيار الشعراء الفلسطينيين، بل اختار عدد كبير من غيرهم مما يعيد العمق العربي للقضية. مما يذكر الأستاذ سمير عطية اللي جمع لديوان العودة أنه ضم 100 نص شعري لـ100 شاعر، وكان ثمرة جهد كبير في تتبع الدواوين وغيرها، وهذا أيضا ثمرة بحث طويل وغوص عميق في مصادر كثيرة كان بذكر المؤلف، لأنه بجسد هذا الديوان بجسد أمل العودة وبرز أدبها، وبيت الشعر هو قسيم تجمع العودة وواجب في الدعوة إلى نظم قصيدة العودة. الأستاذ سمير عطية بجاوب أيضا عن سؤال لماذا ديوان العودة أو لماذا لا يكون مثل هذا الكتاب. بعض الجواب أنه لقد كانت الكلمة المقاتلة والمعبرة في طليعة الاستنهاض، وشكلت القصيدة المتمسكة بعلو الوطن لسان صدق على شفاء المخلصين، تحفظها الأجيال وتسلمها للأبناء إرثا لا يتخلى عنه بحال من الأحوال. إلى هنا بتنتهي محاضرة اليوم، أو بتنتهي المحاضرة الأخيرة في هذا المساق. كنت سعيدة معكم في هذا المساق، وبعتذر لتقصيري معكم أيضا في كثير في هاي المحاضرة، في كثير من السلايدات اللي راح تلاقوها موجودة معكم في الملف العرض ما ذكرناها أو ما مرينا فيها خلال الشرح، لأنه كانت بتحكي عن يعني كانت كلها قصائد، فحتى أنتوا تقرأوها وتستمتعوا فيها لوحدكم. بتمنى لكم التوفيق بإذن الله، وطبعا مثل ما وعدتكم راح أفتح جميع الامتحانات السابقة، رح أفتحها مع الامتحان النهائي كلها إلى نهاية شهر 5 إن شاء الله، مع بداية شهر 6 بتظهر على صفحاتكم شهادات المساق. بتمنى لكم كل التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.